بغيتها وكاين شي وحده ولا واحد يدي عاوتاني في السبعه رحيم. اليوم استقبل مستشفى شيرين غوش بأزرو على الساعة 7:40 مساء مجموعة من المصابين على أثر واحد الحادثة سير مروعة ديال واحد الحافلة في الطريق ديال جامعة وادي فران، واللي ترتب عليها 24 مصاب وصلوا للمستشفى يعني تباعا. في الأول تلقينا 3 ديال المصابين إصابتهم بليغة، منهم واحد الشاب كيبلغ من العمر 29 سنة واللي كانت عنده الإصابة بليغة على مستوى الرأس، وتمت العناية به على أكمل وجه، وفي الأخير تم النقل ديالو على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بفاس. ثم كذلك في سيارة إسعاف مجهزة. ثم كذلك كانت واحد السيدة أخرى اللي كانت تبلغ من العمر 70 سنة، هي كانت الإصابة ديالها بليغة جدا، اللي كانت فيها سحق على مستوى الأطراف العلوية اليد اليمنى واليسرى، وتهي تم اتخاذ يعني كل التدابير لا بريزون شارج كومبليت ديالها، ومن بعد تم النقل ديالها على وجه السرعة تهي للسي اش في ديال فاس. وكانت واحد المصابة الثالثة اللي هي واحد الطفلة كتبلغ من العمر 9 سنوات واللي تلقات إصابة بليغة على مستوى اليد اليمنى، وهاد البنيته هذه تم التكفل بها على مستوى مستشفى شيرين غوشت من طرف يعني طبيب جراحة الأطفال، وتم إدخالها على وجه السرعة المركب الجراحي من أجل تلقي العلاجات الضرورية. وهذا بالنسبة للإصابات البالغة اللي كانت 3، وباقي الإصابات اللي كيبلغ العدد ديالهم تقريبا 21 إصابة كانت يعني إصابات خفيفة عبارة عن ردود على مستوى الوجه على مستوى الأطراف، والحمد لله راهم الآن يعني في حالة مستقرة، وتم يعني تم التكفل بهم كلهم، ودرت لهم جميع الإجراءات يعني الأشعة الفحوص الضرورية كل شيء، وهما الآن كاين اللي غادر منهم المستشفى وكاين اللي باقي يعني تحت المراقبة الطبية. الوغ هادشي اللي كاين، وتنتمناو الشفاء العاجل لهاد المرضى، وتنتمناو ان شاء الله المرضى المصابين اصابه بالغه ان يتم التكفل ديالهم ان شاء الله باذن الله ويتشافوا باذن الله. شكرا.